بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وصلنا في الدرس الماضي الى كتاب الطهارة واخذنا بعض الابواب فيه. نعم، الآن نأخذ بإذن الله تعالى ما يتعلق بذكرنا في أن هذا الكتاب، كتاب الطهارة، لابد فيه من ذكر الحيض والنفاس والاستحاضة، ثلاثة أشياء. الحيض هو دم طبيعة يصيب المرأة. نعم. نعم. فالحيض، النساء انقسموا في الحيض إلى ثلاثة أقسام. معتادة، يعني مرأة لها عادة معلومة في كل شهر، هذه تسمى معتادة، أنها اعتادت على أيام معلومة يأتيها فيها الحيض في كل شهر، هذه تسمى المعتادة. الثاني من أقسام النساء في الحيض تسمى المميزة، أي التي لها تمييز صالح، يعني تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما الثالثة من النساء في الحيض، من أقسام النساء في الحيض، هي المتحيرة، يعني ليس لها عادة معلومة وليس لها تمييز صالح معروف. فماذا نصنع؟ إذا جاءت مرأة وقالت يعني حصل لي كذا وكذا ونزل علي الدم وكذا، فماذا علي، ماذا أصنع؟ نسألها. نعم. نبدأ بالقسم الأول، نقول هل لك عادة معلومة مضطردة في كل شهر؟ قالت نعم، من عادتها دائما، من عادتها أنها دائما تحيض ستة أيام في كل شهر هجري من أول الشهر مثلا. إذن هذا معناه أن هذه المرأة معتادة، لها عادة معلومة ستة أيام من أول كل شهر هجري. فتجلس في هذه الأيام، يعني عن الصلاة لا تصلي، وإذا زاد الدم عن الستة أيام هذا معناه أن هذه الزيادة استحاضة. نعم، لا بد أن تصلي فيها. نعم. وإذا كان ليس لها عادة معلومة، قالت ليس لي عادة معلومة، لكن لديها تمييز صالح، تميز تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كيف تميز؟ باللون. لا، دم الحيض دم أسود. ودم الاستحاضة مثل الجرح، دم أحمر. كذلك بالرائحة،
دم الحيض له رائحة كريهة. ودم الجروح ليس له رائحة. نعم كذلك الدم الآن دم الجروح أول ما يخرج يسيل ثم بعد هذا يتجمد، فعكس هذا دم الاستحاضة. نعم. فإذا كانت تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة نقول دم الحيض هو حيض ودم الاستحاضة هو استحاضة. نعم. الثالث من النساء المتحيرة التي ليس لها عادة معلومة ولا تمييز صالح. Das sind die Frauen, die nicht bekannt sind, wann sie ihre Tage bekommen. يعني من النساء من تقول يأتين الدم طيلة أيام السنة مثلا أو أكثر أيام السنة. Manche Frauen sagen, dass sie einfach ihre Blutung durch das Jahr, das dauert schon länger über das Jahr. هل لك عادة معلومة تقول لا؟ هل تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة تقول لا؟ هل هذه الآن لدينا هي مرأة متحيرة احتارت في نفسها وحيرتنا معها؟ Meistens Probleme haben, durch dass sie nicht oder dadurch, dass sie nicht wissen genau, wann sie ihre Prüfung bekommen. Und es wird halt auch einfach schwierig, einfach zu sagen, die zu sortieren. Was machen wir mit dieser Frau? ترجع إلى أقربائها. أقرب الناس إليها من النساء. Dann suchen wir Verwandte von dieser Frau. ننظر إلى أختها مثلا، إلى أمها. كم تحيض الأخت والأم؟ فتلحق بهم. مثال الأم كانت والأخت تحيض 7 أيام، فهذه معناها أنها تحيض 7 أيام وباقي الأيام استحاض. نعم. وبهذا يعني تم أقسام النساء في الحيض. شكت المرأة، إذا شكت المرأة في الدم هل هو حيض أو لا؟ نقول الأصل الطهارة لديها. نعم. نعم. من عليه حدث أصغر، من عليه حدث أصغر يحرم عليه، يعني من خرج منه ريح أو أتى البول أو الغائط، هذا يحرم عليه. يحرم عليه أن يصلي. ويحرم عليها الطواف. ومس المصحف. نعم. إذا ما يستطيع أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف حتى يتوضأ. ويزيد على هذه الأشياء الثلاثة من لديه حدث أكبر معه. بألا يقرأ القرآن. ولا يبقى في المسجد بغير وضوء. Und dass er sich nicht in der Moschee aufhält ohne Wudu.
وتزيد الحائض على هؤلاء. Die Frau, die schon mal die Bedrückung hat, darf auch nicht in der Beschwerde. Was man halt zu müssen. وتزيد الحائض على هذه الأمور الخمسة. Dazu gehören diese Gruppe, die auch die Sachen dürfen, die Frau, die schon Blut hat. لئلا تصوم. Dass sie nicht fasten darf. ولا تغطى. Und darf nicht, sag ich mal, die Schwester kennen, die man macht. ولا تطلق. Und in dieser Zeit darf nicht geschieden werden. ولها أن تقرأ القرآن. Und das auch den Koran nicht lesen darf. مرة أخرى. مرة أخرى. من عليه حدث أصغر يحرم عليه أشياء ثلاثة. Wer unrein ist, also bleibt unreinheit hat. لا يصلي. Das darf nicht machen. Dass er nicht beten darf. ولا يطوف بالبيت. Dass er nicht طواف machen darf. ولا يمس المصحف. Und er auch den Koran nicht berühren darf. ويزيد من عليه حدث أكبر على هذه الثلاث بألا. Wer groß unrein hat, darf man dazu. يقرأ القرآن. ولا يستطيع اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ. وتزيد الحائض والنفساء على هذه الأمور الخمسة بألا توطأ. ولا تطلق. Und das dass sie in dieser Zeit nicht geschieden darf. ولا تصوم. Und dass er und dass sie auch den Fast also fasten. إلا أن لها أن تقرأ القرآن. Sie darf nur den Koran zitieren. الحائض مثل النفساء. أما المستحاضة ليس عليها إشكال. تصلي وتصوم نعم وتصنع كل ما تصنع التي ليس فيها حيض. نعم لدينا أيضا ما يتعلق بالآنية. ذكرنا أن الآنية تذكر في كتاب الطهارة لأن الماء هو الأصل في الطهارة لا بد أن يوضع في أواني. نعم. Zu diesem Kapitel Reinheit gehört einfach Gefäße und die Gefäße sollen auch hier definiert werden. فالأصل في الآنية الأصل الطهارة والحل أي إناء نجده الأصل نضع فيه الماء ولا إشكال فيه. نعم. Das Grundregel in diesem Kapitel ist, dass alle Gefäße rein sind. نعم يبقى معنا آنية الكفار. Dann bleibt noch eins übrig. Was machen mit den Gefäßen der Ungläubigen? إذا علمنا يقينا أنهم وضعوا فيها أشياء نجسة ماذا نصنع؟ Wenn wir sag ich mal feststellen können, dass sie in diesen Gefäßen etwas unrein getan haben, لابد من غسلها. Müssen wir natürlich diese Gefäße waschen. وإذا تيقنا أنها طاهرة فهي طاهرة. نعم. وإذا شككنا نبني على الأصل والأصل الطهارة. كذلك في الملابس الآن الملابس المستعملة من الكفار. نتيقن نجاستها فهي نجسة. نتيقن طهارتها فهي طاهرة. إذا شككنا فهي على الأصل الطهارة. نعم. الآن أيضا يذكر في هذا الكتاب إزالة النجاسة. لدينا إزالة النجاسات على ثلاثة أقسام. إزالة مغلظة يعني فيها شيء من الصعوبة. Wenn die Unreinheit so groß ist, dass man schon auch Schwierigkeiten bei der Beseitigung das hat.
وإزالة مخففة يعني أسهل ما يكون. وإزالة متوسطة. نعم. مغلظة يعني فيها شيء من الصعوبة. ومخففة فيها شيء من السهولة والتيسير، ومتوسطة لا صعبة ولا سهلة. Entweder sind diese online halt schwer zu beseitigen oder leicht zu beseitigen oder dazwischen. يعني تقريبا بالنسبة المئوية من 51% إلى 100% هذه نجاسة مغلظة. Von 1 bis 100 ist es schwer zu beseitigen, also das ist die erste Gruppe. و 50% متوسطة. 50% ومن ومن 1% إلى 49% هذه مخففة. نعم. نبدأ بالمغلظة. المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، شرب من الإناء، لا يشرب إلا بإخراج اللسان. لابد من إراقة كل ما في الإناء من ماء. وتكون طهارة هذا الإناء بأن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، نضع أول شيء التراب، ثم بعد هذا 6 مرات نغسل الإناء بالماء، نغسل المرة الأولى بالتراب، ثم يوضع ماء. والثاني والثالثة وهكذا 7 مرات ولهن بالتراب. In diesem Fall müssen wir die solche Gefäße 7 Mal reinigen. Das erste Mal mit Schau, alle anderen 6 Mal mit Wasser. نعم. الثاني من النجاسة المخففة قلنا السهلة اللي فيها تيسير. The zweite Art von Unreinheit ist die leichte Unreinheit, die man schon leicht beseitigen kann. وتسمى النجاسة المخففة تزال بالنضح أي رش الماء فقط دون العصر، ترش الماء فقط. يعني تأخذ ماء بيدك هكذا وترش على هذه النجاسة المخففة. النجاسة المخففة المذي، المذي وهو سائل ليس له لون كالماء يخرج عند التفكير أو النظر. نعم نجس. هو نجس. ناقض للوضوء. إذا وقع منه شيء على الثوب، وقع منه نقطة على الثوب أو على السروال، ماذا نصنع؟ نأخذ شيء من ماء ونرش على هذه النقطة وانتهى الأمر، تخرج تصلي وأصبح اللباس ليس فيه شيء من النجاسة. Das Fläschchen, wie das schon mal betroffen ist, und danach darf man normal beten. نعم. وكذلك بول الغلام أي الذكر الذي في الفطام يعني دون الحولين دون العامين. Das kleine Kind unter 2 Jahre, wenn er Urin, Urin hat, wenn jemand Urin hat, dann bleibt von einem Kind, der noch unter 2 Jahre ist. مرأة لديها ولد ذكر ترضعه وبال على ثوبها ماذا تصنع؟ ترش عليه الماء رش فقط. نعم طيب بعد هذا بعد هذا نذكر النجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة لابد أن ترش الماء
مع العصر. نعم. Also in diesem Fall, bei dieser Sorte von Unreinheit, man muss einfach Wasser sprühen und dann zusammenrücken bis, oder zusammenpressen, bis das Wasser rauskommt. أو تضع اللباس بأكمله في هذه الغسالة. Oder man muss dann ganz einfach die ganze oder das ganze Kleid einfach komplett in die Waschmaschine tun. نعم. Waschen lassen. طيب. ما مثال الآن؟ Beispiel. ما النجاسات المتوسطة غير المغلظ والمخففة هي النجاسة المتوسطة. بول الآدم. يعني مثال الآن دخل إنسان إلى دورة المياه ووقعت نقطة من البول على ثوبه. Beispiel, wenn man auf die Bitte gehen will oder dort sein Gesagt erledigen müsste und dann auf sein Kleid kam ein Tröpfchen Urin. على سروالي مثلا. Auf seine Hose. فماذا يصنع؟ Was macht er in diesem Fall? يأخذ هذه النقطة من الماء من البول يرش عليها الماء ويعصر ولا يضر بعد هذا بقاء اللون أو الريح. نعم. Tut man Wasser auf diese Stelle, dann bricht man diese Stelle zusammen, bis das Wasser rauskommt, dann wird es anfallen. إذا هذا هذه هي الطرق في إزالة النجاسة إما مغلظة أو متوسطة أو مخففة. لكن لابد أن نعرف ما هي الأشياء النجسة لأنه قد نظن في أشياء أنها نجسة وهي ليست بنجسة. بول الآدم وعذرته يعني الغائط. يعني من الإنسان. نعم. فالبول والغائط من النجاسات إذا وقعت على الثوب لابد من إزالة متوسطة رش مع العصر. نعم. Muss man einfach mit Wasser zu waschen und die Stelle richtig zusammenpressen. نعم. أما بول الصغير الولد الذكر الصغير الذي غالب طعامه حليب الأم هذا مخفف. Urin von einem Säugling, das ist auch weich in Einheit. طيب. أيضا لدينا بول وروث ما لا يؤكل لحمه. بول وروث الحيوانات محرمة الأكل. الكلاب. الأسد. الحمار. البغل. غير هذا. المهم الحيوانات غير مأكولة اللحم. نعم. فأبوالها وأوراثها نجسة. إذا بول البعير وروثه. الجمل. والبقرة. والغنم شعر والغزال مثلا غزالة. نعم هذه أبوالها أرواثها طاهرة ليست بنجسة. يعني أنت تصلي الآن وتلبس الغترة. نعم. ومر طائر وسقط عليك شيء من يعني من الخارج من هذا الطائر. نعم. نعم تنظر في هذا الطائر حلال الأكل فماذا تصنع؟ تكمل الصلاة ولا إشكال. Ja, dann darfst du mal dein Gebet weitermachen. Hamama, مثلا. Zum Beispiel
zum Beispiel Deutschen. نعم فهذا لا إشكال لأن حلالة الأكل. إذا كان هذا هذا مثلا صقر أو غراب. فهذه نجاسة لابد من إزالة النجاسة تخلع الغترة بأكملها وتضعها جانبا. نعم هذا الثاني من النجاسات قلنا الأول بول الآدمي البول والغائط للآدمي للإنسان. وكذلك لدينا الثاني قلنا بول وروث محرم الأكل ما لا يأكل لحمه. والميتات كلها نجسة كل ميتة فهي نجسة. إلا ميتة الآدمي الميت الإنسان إذا مات فالميت لا ينجس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا يعني الآن لو لدينا ميتة غنم ميتة بقر فهي نجسة خرج بهذا ما لم تكن ميتة يعني ذبحت وكان لا وحصل لها الذكاء الشرعية فهي حلال الأكل طاهرة نعم Andersrum, wenn sie schon geschlachtet sind, das sind Halal, schon das Reich ist rein. Menschen, die schon tot sind, sind sowieso rein. دهست السيارة, دعست السيارة مثلا بقرة وماتت فهي نجسة لأن ميتة نعم. Hat ein Auto ein Kuh überfahren? Ist das schon ein getötetes Tier? Das ist Nadis, also nein. دهست السيارة إنسان آدمي. Hat das auch ein Menschen überfahren? فهل هذا نجس؟ لا. Ist dieser Mensch, wenn er tot ist, ist so rein. إذا الميتات كلها نجسة. Daraus verstehen wir dann, alle getöteten Tiere sind unrein. إلا الآدمي الإنسان والحوت والجراد نعم فهذه ليست بنجسة نعم دم الحيض ودم النفاس هذا كله نجس والدم المسفوح الذي يخرج من الذبيح عندما تذكر الذكاء الشرعي. إذا الدم يعفى عن الدم اليسير. والدم المتبقي في العروق بعد الذكاء الشرعي إذا بقي شيء هذا يعفى عنه. والكبد والطحال. نعم. أيضا في الميتات ما لا نفس له سائلة يعني إذا قتل أو ذبح لا يخرج له دم مثل البعوض بعوضة الآن إذا ذبحت لا يصير منها الدم فهذه لو وقعت في إناء تغمسها في الإناء وتخرج وأصبح الإناء ما فيه ليس فيه نجاسة نعم manche Geschöpfe die Fliege die auch kein Blut haben wenn sie getötet werden muss einfach in einem wenn sie in einem Teller fallen muss einfach komplett in einem Teller stehen eingetaucht werden und rausgeholt werden نعم هذه هي الأشياء النجسة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم